هلو حبايبي، كيفكن؟ مثل ما شايفين انا اليوم مدوري الشمع. مثل ما بتعرفوا انه الكهرباء ما عم تجي عنا للاسف، انا مدوري اليوم شمعتين. فاليوم هيك يعني بصراحة ما عارفة شو بدي احكي بوضع هالبلد. البلد تعتير، البلد يعني الواحد شو بده يحكي؟ لا في إتوي، لا في مازوت، ولا في بنزين. عم نشتغل على ضو الشمعة. رجعنا على أيام 95 والتسعين لما كنا نضوي الشمعة ونعمل أكل على الشمعة ونعمل فنجان قهوة على الشمعة. فاليوم هيك قاعد الصراحة خلص متضايقة، بدي نزل شي. الصراحة صار زمان ما نزلت شي، حتى كمان إنه للأسف إنه ما عم نقدر نعمل أكل بسبب انقطاع الكهرباء المستمر. يعني إذا بحال أنا صورت بعد ساعة ساعتين بيقطعونا الكهرباء، فما بقدر أبدا صور. إذا بحال بدي نزل فيديو بده تقريبا 3 4 أيام حتى ينزل. فاليوم على ضو الشمعة. هلا أنا هون مضطرة أدور الفلاش، هلا أنا رح دوره يعني بيصير عنا هيك، فرح نضطر نستخدم بس شمعة اليوم. يعني كأنا كمواطنة لبنانية يعني بنقهر انه لبنان غني بكل شيء، بس للأسف ما في شيء، ما في أدوية، ما في مي، ما في كهرباء، ما في شيء. يعني وصلنا لمرحلة اختنقنا. هلا على هذا الوضع الزفت اللي نحن عايشين فيه، فهلا رح اعمل قهوة، رح فرجيكم. انا مدور الفلاش، انا هون طفيت الفلاش وانا هون دورت الفلاش، فرح اعمل فنجان قهوة. و يلا هلا خلونا هيك شوي نحكي دقيقتين. رح نجيب الركوة. الله وكيل، الله وكيلكم، حتى القهوة رح يحرمونا اياها. انا عندي هون الركوة، رح اسكبها مي. هلا من بعد ما انا عبيتها مي رح نحطها على النار. طبعا انا نزلت على المنتدى عندي، اذا بتحبوا اعملكم انا روتانيات او اعملكم طبخ، فالتصويت الاكتر انه انا اعمل طبخ. فان شاء الله بالايام الجاية رح نعمل طبخ. هلا خلونا نعمل هالفنجان القهوة ونكمل احاديثنا. خلينا ننتقل على الغاز. مثل ما شايفين انا حطيت الركوه على النار، طبعا على ضو الشمعه. لنحط لحظه شوي، لان نسيت اجيب الشمعه دقيقه. وهون على ضو الشمعه مثل ما شايفين، يعني ومنا نحط، الله اعلم، نحط هيك على جنب. طيب عجد رجعنا على ايام زمان للاسف. يلا شو بدنا نعمل؟ رح نرجع نضوي الفلاش. دوينا الفلاش، فهيدي حالتنا احبائي. كرمال هيك عم يسألوني يا نور ليه ما عم بتنزلي فيديوهات؟ عن جد بقلكن انه ما في كهرباء، ما في. هلا اطيب فنجان قهوة. هلا بدي انطر مي حتى تغلي. بس طبعا شو، قبل ما تغلي القهوة او قبل ما تغلي المي، انا بحط القهوة قبل ما تغلي المي. الله ريحتها بتعقد، انا بجيبها مع هيل، انا بعشق الهيل. في احد منهم ما بيحبوا الهيل. طبعا انا حطيت ملعتين، بحط ونص او ربع. هلا هيك بخليها حتى تغلي على مهل المهل. يعني انا كتير بحزن انه نحن وصلنا لهون نشتغل على ضو الشمعة، يعني للأسف. بقولوا لبنان حلو، لبنان كتير حلو، بس للأسف بهيك دولة لا 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 لا، مستحيل. عن جد لازم نغني غنية حزينة للبنان. شو ما بعد ما صار في للبنان، كل شي صار، من كل شي، من مصايب، من أمور كتير. انطرت حتى تغلي. يعني اكيد هلا اللي بتابعوني اكتريتهم لبنانيه اللي بتابعوني، فاكيد رح يحسوا باللي انا حاسه فيه. كل شيء مقطوع عنه، كل شيء. شو بدنا نحكي؟ وبتعرفوا شو انا اكتر شيء شو بحب فيها للقهوه؟ الاشوتة. هلا طيبه مع بسكويت.
هلا اول ما بتبقبق نطفي تحتها، هون بلشت تطلع ال شو اسمه ريحة القهوة. الله والشمعة، الله وكيلكم. مع الشمعة كأنه بتحس بنحس حالنا قاعدين بجو رومانسي. الله وكيلكم. هوني بلشت تتبقبق تتبقبق بقبقونا. الله وكيلكم. ثواني ورح اطفي تحتها. بتعرفوا لازم نغني غنوة وغنوة وغنوتين حلوة يا بلدي، مع انه كل شي عم بيصير بلبنان بس بيضلوا حلو. وهوني رح نطفي تحتها، وهيدا فنجان القهوة. انا هلا صار بدي ودعكم. الى اللقاء.